مجد عبد الهادي جاب حذانا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. هو الحقيقة ولد لباس عليه لكن الأخطاء الطبية شوف شو تعمل ساعة ساعة في 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 بنادم. مجد مرحبا. مرحبا خويا فوز. شنو حوالك؟ الحمد لله. تحية كبيرة ليك السيري هذا السيرة ذوان الخويا فريد توت الكيف دي غاديو كنوز وان شاء الله نعديو عبدو رفيق ما تنساهمش خويا عبدو ربي يخليه وان شاء الله نعديو قايد حلو. كيف تشوف اللقاء ذا انت كمشجع مغروم وتمشي الاستاد وسالة في كل مرة نلقاك يعني في كل تفكينة ربي يسر بالكل شيء خويا فوز نحب نقول جزك المباركة بربي 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 جولات الاتوال راهو بالنسبه لنا احنا الاتوال راهي ماهيش جمعيه والله لا هي جمعيه راهي دارنا الاتوال انا نتنفسوا الاتوال نعيشوا الاتوال راني انا واحد من الناس الحمد لله يا ربي نعيش في الظلمه مي رغم ذلك والله كتلقى الاتوال الفوق تلقاني الراء راب احساسي راب قلبي راب جمعيتي الاتوال كبيره الاتوال تخلقت كبيره وما تقعد كان كبيره احنا نمشي وتبقى الاتوال بربي 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 ولادنا جولات الاتوال اللي صار صار بربي حسوا بينا احنا رانا كما قلت راهي الاتوال ما هي جمعيه الاتوال فامي كبيره 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 اكبر من الدنيا واللي فيها الاتوال راح نتنفسوا الاتوال نعيشوا الاتوال انا واحد من الناس تكوني كما قلت لكم قلبي يبكي على الاتوال مين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب نهار الاحد نفرحوا الناس الكل من القلب من القلب تشوف بلا اذا يسمعوا ويكونوا يسمعوا اللاعبين مساج لازم حتى اللي كان تعب ولا مضروب ولا هاجي ولا الدوبل نتاع المجهود نتاعو صراحه هذا هو اللي لازمو يحسوا به الملاعبيه مش يحسوا به بالكلام برك وبالفعل واضح. لخص العلاقه الحقيقيه بين المحب الحقيقي للنجم رياض الساحلي وفريقه ديما نقولوها نقولوا راهو ليتوال سوني با اون ايكيب دو فوت ليتوال ستان سيستم دو في تعيشوا تحسوا ليتوال راهي اكبر من ربما خيال بعض اللاعبين. قلنا احنا كرة القدم راهي ظاهرة نفسية قلنا راهو معناتها كرة القدم تخلق حالات توصل حتى حالات مرضية معناتها فما ناس بالحق كيما نشوفوا النموذج نتاع الوليد مجد معناتها فيه آلاف معناتها لكيفو باش اللاعبين في الجمعية راهو مش مجرد ربح ومجرد كوب. صدقوني والله العظيم أنا كما حكيت لكم أنا أعتبر نفسي عادي جدا بحبي الإطوال أما كمام هذا واقع إني إنسان كفيف صدقوني والله العظيم سامحوني في الكلمة نتكب ونتقعد ونمشي وحدي للإستاد وللصالة كنت شاهد يعني بي ربي في ماتش الهوند الأخرين يعني بي يا ربي فيش نوصل والله العظيم وروسكم الغالية وراس الإطوال اللي أغلى من حياتي وأغلى من الدنيا واللي فيها على الأقل بالنسبة لي أنا وبالنسبة لجمهور الإطوال الكل والله العظيم نوصي في حالي يعني بيك رب اللي خلقني وسامحني مرخف العبارة نتكب ونتقعد والله العظيم تلقى أحلى لقلبي ما العسل أنا حاجتي بحاجة بركة حسوا بمجد رغم مجد ما يمثلش نفسه مجدي يمثل جمهور كبير الجماعية أكبر وأكبر وأكبر على الأقل تلقاكم تكوروا حسوا باللي رافيكم أي منش رافيكم بعيني مي رافيكم بإحساسي انتم كي تربحوا تنسيني الدنيا واللي فيها والله العظيم حاجتي بحاجه بركه لا قدر الله لا قدر الله نخسروا لا قدر الله نتوجع اكيد برشا اما توجعني اكثر الطريقه اللي نخسروا بها ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله تحسوا مئات الاف اذا ما قلتش ملايين من جمهور الاتوال اللي يستنى ان شاء الله يعرف يتوحنا لحد وان شاء الله شنرحوا وباذن الله شنرحوا واش تمسحوا لي الدمع الفاهينية ودمعة كل جمهور الاتوال. واضح مجدي. باهي في النهايه خلينا نسمع مقطع صغير من اغنيه أغنية الفيراج. نعرف عندك صوت بركلة ونعرف أنه فنان بالأساس رمجدي عبد الهادي عنده أغنية وموجودة على يوتيوب وتنجمه أكيد ومعملها كليب ايه عملها فيديو لي أول كفيف يعمل كليب الأغنية متاعه ما تشدونيش على الحمرة ما تشدونيش رايحين معاك لاخر الدنيا وما على باليش ما تشدونيش على الحمرة ما تشدونيش رايحين معاك لاخر الدنيا وما على باليش